اسناني هيا هيا كسرون كاهين مكسرينها. كل هذا خلع الكماشة للتحديد عشان اسلوب ضغط عشان تعترف في حاجات هو بدي تعترف في حاجات انت يعني فعليا ما حتى لو عندك او ما عندكش. عن ايش كان السؤال؟ حاجات كتير اغلبها على المخطوفين. طب انت ايش دخلك؟ كل اسير بحاولوا يستدرجوه انه هو بيعرف عن الاسرى شيء واحنا بنعرف شيء. العلامات الاحرف العبراني هاي ورا هذا كله اثار تعذيب. هاي الرجل الثانيه هنا كله.